الشعور ديالي لا يوصف لا يوصف. ربحنا بلجيكا وربحنا كندا، هادو هما الرجال الحقيقيين. حنا ما كنستهنوش، ما كنخافوا لا من كندا لا من بلجيكا لا اللي جاي لقدام، وديما مغربي ان شاء الله، وديما راسنا فوقا فرح سينا. الله يفرحك، تحية لك غاي لافوكا، ديما ديما الله حتى غاي فرحتينا. وهاد الخميس وهاد الخميس كان هدي لعبنا الكبير زياش. تحياتي لك بمغرب، هاني انا المغاربة، هاني انا المغاربة. برافو عليهم، برافو لليون داتلاس، برافو برافو عليهم. مدرب رائع، المدرب عنده كلمة، المدرب عنده كلمة. ومبروك علينا، مبروك علينا هاشتا المالي. اش غنقول لك، فرحة لا توصف. وكنا توقعنا غادي نفوزوا، ولكن كنا توقعنا غادي نغلبوهم، ولكن الحقيقة هي كندا فاجأتنا بهذا المستوى اللي عندها، لأن صغرناها في الحقيقة. ما توقعناش غتلعب، ما توقعنا غاش تلعب بهذا النيفو، ولكن رغم ذلك كنا مآمنين باللي حنا دايزين، والحمد لله داك تحتى لينا داك الشيء وتحتى لنا الفوز. ولكن الى طلعنا ان شاء الله نتمنوا ان شاء الله نطيحوا مع المانيا، لان دابا حنا في المجموعه رقم حنا الاولين في المجموعه، وفي التالي راه غنطيحوا ربما يا مع اليابان يا مع المانيا. ما تنظنش واش غنطيحوا مع اسبانيون. والسلام عليكم وشكرا. هنيئا للعرب، هنيئا للعرب اللي ما فازوش، واخا بقى فينا الحال تونس والسعوديه وقطر، ولكن راه الحمد لله راه باقي العرب. هنيئا لكل العرب كاع اللي كيتفرجوا، والمسلمين حتى نهدى المسلمين في انحاء العالم. الفرحة فرحتين، فرحة ديال المحطة المغاربة اللي دسنا سيدنا، والفرحة الثانية ديال التأهل المغربي وسود الأطلس، وسود الأطلس. حياكم الله، والناس راه كلها فرحانة، وغنبقاو ديما وراك يا صاحب الجلالة، ووالد الركراكي الله يسهل عليك، وتهلا لي في الدراري، وديما مغرب، وإن شاء الله ديما مغرب. حياكم الله، حياكم الله، حياكم الله. المغاربة ديما عسكر. اليوم ما كنشوفوش الفوز، كنشوفوا هذا الشعب اللي مورا هذا الفريق بزمنه أنه غادي يربح، وبزمنا على أننا خصنا نمشيو أبعد نقطة في المونديال، لأن اليوم الحلم ولا حقيقة. وبصراحة اليوم جميع المغاربة ولاو خصهم هذه الفرحة، وخصنا هذه الفرحة إن شاء الله حتى النهائي ديال المونديال. وسي سي 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 السلام عليكم. انا فرحانه بزاف، وكنت متوقعه بانهم غيسجلوا على الاقل جوج ديال البيوت، كنت متاكده، وقالت يا ربي يا ربي يا ربي. والحمد لله ربي حقق لي الامنيه ديالي انا وجميع المغاربه والعرب كاملين. الله يعطي الصحه، دم 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 مغربي والنفس مغربيه، الحمد لله. زيد ولادنا القدام، راه ماشي غير هما اللي نجحوا، راه حنا نجحنا تبارك الله، حنا نجحنا نجحنا. عاد المغرب، شكرا شكرا شكرا. لعبوا ما شاء الله عليهم، الله يبارك الله يبارك يا ربي، وعقبه ان شاء الله لا كوب. حنا بغينا لا كوب. ان شاء الله.
فريشيكو دول الاخوات الانتصار هذا كنهديو للوالدين ديالنا. اما حنا الشباب الحمد لله هادشي هذا كنهديو للامهات ديالنا والناس المسنين اللي تبارك الله راجل 60 عام وجالس حدايانا في القهوه مسكين كيتفرجوا وحط القلب ديالهم مع المغرب. قسما بالله هادشي هذا كنهديو للامهات. وتحيه للدراري اللي جوار كاملين تقاتلوا تبارك الله كانوا رجال في التيران. تحيه خويا الوالد والجمهور اللي كاين في قطر كنحييه وكنحيوا المغاربه كاملين وحنا ديما خوت. تحيه من طنجه للقويره من تمارا للقويره. الدبابه خويا لعبوا اليوم فرحونا. السلام عليكم. الله يسهل عليهم. خويا السلام عليكم. حنا فرحانين بهذا الانتصار، فرحانين حنا تقاتلوا الدراري كانوا رجال. الا قلتي رجال معنى الكلمه راه هادو هما الرجال. وفكرونا في عاودنا كنتي عاود لي الوالد على 86. انا غنعاود ثاني للجيل اللي جاي على 2022. فاموس مروكو. هذه غير البدايه اللي جاي يوجدوا راسه في الطنطين. اللاعبين كاملين في المستوى الحمد لله، كاملين في المستوى. والله شدنا في المدرب، حتى المدرب والله شدنا فيه. هنيئا للمغرب. المباراة كانت واعرة بزاف والمغرب عنده التحدي والتحدي مغيهزمنا ان شاء الله. زياش ونصيري اللي دابا الهدف هو زياش ونصيري هما اللي عزيزين عليا بزاف و ام سو براود اوف ذيم. خويا حنا فرحانين بزاف اليوم وديما مغرب. تفرجت مزيان الماتش، داز مزيان، كان شوية ديال التوتر ولكن لعبوا مزيان وفي الاخر فرحونا 2-1 ولكن ربحنا الحمد لله وديما مغرب. الانترينور ديالنا وليد الركراكي ولو ستاف تكنيك كامل اللي بذل مجهود كبير واللي عطى بعدا اللي عطى فرصه للاعب النصيري اللي دار مقابله ممتازه واخا ما كانش تعطاشو لا كونفيونس ديالو في المقابله الاولى والجمهور ما كانش شايق فيه. ومن هذا المنبر تنعطي تحيه وتنشكر جلاله الملك وديما مغرب وعاش المغرب. خويا حنا فرحانين اليوم والله الا فرحتنا كبيره وعاش المغرب وديما مغرب ديما مغرب ديما مغرب. صراحة مباراة زوينة بزاف، مباراة اللي كانت فيها الندية. ديجا تشكيلة كان داخل بها مدرب هي تشكيلة اللي قارة، صراحة دار ثقة في العناصر الوطنية الحمد لله جابوا نتيجة اللي زوينة بزاف. هذا شرف لينا كبير من 86 شي شافوا غير جدادنا وعمامنا والناس الكبار الحمد لله. حتى حنا في الجينيراسيون ديالنا كنشوفوا كنعيشوا، هذا راه فخر كبير والحمد لله شرفونا وديما راس لافوكا وديما مغرب. تبارك الله عليه، ما عندي ما نقول، ما عندنا ما نقولوا، تبارك الله بالمعاودة إن شاء الله، بالمعاودة، الله يسر سيدنا وشكرا، تبارك الله عليكم، هاهي، هاهي. لا
هو المقابلة راه تاريخية في المغرب إن شاء الله، ماشي غير الدول العربية. دابا الآن حنا شكلوا الحمد لله القاطرة لواحد المرحلة باش نبينوا أن الدول العربية عندها واحد القيمة مضافة في يعني في هاد التظاهرات الدولية. حنا بلا ما نتذكروا على المسائل اللي دازت على قطر وما قيل، ولكن الآن حنا كنشوفوا الآن بأن الدولة العربية انضمات واحد التظاهرة بواحد القدرة، واحد التنظيم، واحد الطريقة، لأنه رهبت العالم وبينات بأنهم العرب قادرين. وحتى المغرب الآن أبان عن واحد الجدرة، ولكن عن طريق واحد اللاعبين. وليد الركراكي تنساوش تابوناو في قناة أشكاين وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد في الحين. إذا عجبكم المحتوى بارتاجوه مع أصدقائكم، ولمزيد من الأخبار تلشارجوا تطبيق أشكاين من بلاي ستور وأب ستور.